مشاهدينا، كانت لنا وقفة مع آخر المستجدات السياسية، وننتقل الآن إلى فقرة أخرى هي فقرة كشكول اللي نسلط فيها على القضايا المنوعة من كل البلدان العربية وبالتحديد أيضا العراق بالدرجة الأولى، يكون الملف الخاص في هذه الفقرة، حيث لا تقتصر وسائل المواصلات العامة على أحد، فهي ملك للجميع وتعاني مثل غيرها إما من قلة الخدمات أو التصرفات الفردية من قبل البعض مثل الإهمال وعدم الالتزام بالنظافة العامة وأيضا قذف الأحجار على زجاج القطارات. إذن المزيد من التفاصيل عن معاناة السكك الحديدية في هذا التقرير. كثيرة هي المسببات التي دفعت بدورها إلى توقف محاور السكك الحديدية التابعة للشركة العامة الرئيسية في العراق إلى مدن الموصل والقائم وكركوك، ليكون محور بغداد والبصرة والمتاحة حالياً لتغطية المحافظات الوسطى والجنوبية فقط. سابقاً كان القطار تقريباً يغطي أغلب محافظات العراق، كان محور بغداد بصرة يغطي محافظات الوسط والجنوب، محور بغداد موصل يغطي المحافظات الشمالية، محور بغداد كركوك كذلك، وكان لدينا بغداد القائم. للأسف الشديد بعد 2003 وبسبب الأعمال الإرهابية توقفت عدة خطوط على العمل، والخطوط العاملة حاليا هي خط بغداد بصرة. قبل كان أكو أمان وقطارات تطلع ومسافرين هواي، هسه ماكو أمان بسبب تعرف أنت المناطق الساخنة مثل ما يقولون داعشها وإرهابيها، والموصل ما موصل طبعا، بس الموصل كان تطلع عليها قطارين ما عدا قطار كركوك وقطار حصيبه، بس هسه تعرف انت المناطق هذه الغربيه كلها بها ارهاب وداعش وقتل وهذا، فهي متوقفه. المعاون العام ورئيس المهندسين الاقدم علي عبد الحسين وادي تذمر من جهته لسوء بعض التصرفات الفرديه الصادره من قبل افراد المجتمع العراقي اثر قذف الحجاره على زجاج القطارات، مما يصعب إصلاحه بسهولة التامة، سيما أن كلفة إصلاح الزجاج الواحد تتطلب مبالغ كثيرة. هذا القطار هو ملكية عامة، ملك للجميع. للأسف أكو تصرفات مرفوضة، مثلا القطار عندما يمر بعض الأقضية والنواحي يتعرض إلى القذف بالحجارة، وإحنا يوميا يتسبب لنا هذا الموضوع بكسر زجاج القطارات، والزجاج مكلف، ويوميا إحنا نبدل عدة زجاجات بسبب تصرفات طائشة وغير مسؤولة من بعض أبناء هذه المناطق. أما المسافرون في قطارات خطوط السكك الحديدية فأعربوا عن ارتياحهم من خدمات القطارات المقدمة وأجورها الملائمة التي تتناسب مع دخل الفرد العراقي، غير أن الرحلة الداخلية الواحدة في خطوط السكك الحديدية محور بغداد البصرة تتراوح ما بين 5,000 و35,000 دينار. اختارينا وسيلة القطار أولا لرخص الثمن، ثانيا للأمان، ثانيا لوجود الراحة للمسافر والخدمة الجميلة والمعاملة الحسنة من قبل الأعضاء، وإن شاء الله يا رب نوصل بالسلامة للبصر الفيحاء إن شاء الله. ويحذو المسافرون آمالا مستقبلية لتشغيل خطوط السكك الحديدية والمحاور المتوقفة في المحافظات الوسطى والشمالية ليعاد تفعيلها كما في محور بغداد البصرة بهدف إعادة نقل المسافرين وتأمين سلامتهم ومساع حثيثة لازدهار التجارة المحلية ولنقل البضائع داخل العراق وخارجه.